هنتقابل تاني؟ اما اشوف ضروري افكر. مع السلامة. الله يسلمك. دلال، دلال، تعرفي الجدع ده منين؟ وانت يهمك في ايه؟ يهمني سمعتك. سمعتي؟ انت بتغير عليا؟ جوزك صاحبي. صاحبك ده يبقى جوزي انا، انا شخصيا ما يهمنيش. اسمعي، انا ما احبش انه يعيش معاكي هو مخدوع. مش فاهمه. يا هتتعدلي يا هفهمه على كل حاجه. صحيح، هو لازم يعرف كل حاجه، لازم يعرف اني بحبك انت وبكرهه هو، لازم يعرف اني كل ليله بقرا جواباتك يا حسين، بقراها وانا لوحدي، دايما لوحدي. دلال، خمس دقايق، خمس دقايق بطلبهم منك اشوفك فيهم رفضت. كان لمصلحتي ومصلحتك. هوري له جواباتك كلها. ما تقدريش. هقوله انك بعتهم اليومين دول مش من زمان، الجوابات ملهاش تاريخ. مش ممكن. ليه؟ انا نفسي اتطلق منه. انا امنعك. نتفق. شروطك. مش عاوزة اكتر من خمس دقايق، خمس دقايق بس، وبعد كده مش هتشوفني تاني. وتجيبي لي كل جواباتي معاكي؟ الساعة 8 بكرة. فين؟ انت عارف. باي باي. مش كان بقى احسن؟ على الاقل كان بقى لك مركز. مركز؟ انا مش بتاع مراكز. انا كل شغل تفكيري هو ان انا ابني مستقبلي ومستقبلك. انا مستقبلي الجواز يا اخي. ان ما كنتش قادر قول لي، انت في حلي من وعودك ليه يا اخي؟ الله 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 الله. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا كروان؟ اخر حاجه كنت اتوقع اسمعها منك. يا قاسم، انا عايزك تعتمد على نفسك، تريحني من الشغلانه اللي بشتغلها دي، انا تعبت بقى، قول لي وريحني يا اخي. طيب يا حبيبتي، انفذ بس المشروع اللي في دماغي ده وكل اللي انت عايزاه هيحصل. مشروع ايه بس؟ الله، وانا ما قلتلكيش عليه؟ لا. ده مشروع كبير قوي، بكره نلعب بالفلوس لعب. السيده تفيده، ساحضر اليك غدا مساء الساعه 10 حسب الاتفاق. اسف. في اسم ان لك شخصية غريبة؟ رزل مش كده؟ انت بتقول كده عشان اقول العكس؟ مش هقول. طب اقول انا؟ ما يشكر في نفس ال لا، عمري ما كنت ابليس. شوفي، انا جاي لك في موضوع مهم جدا، هعرضه عليكي وطبعا هتوافقي. طب قول الاول. عندي مشروع، لو ما كنتيش غالي عليا ما كنتش عرضته عليكي. مشروع ايه؟ مشروع تجاري طبعا. هنشارك بعض، يا انا وانت ورستم بيه، يا انا وانت وبس. انا هتكسبي دهب. انت فاهم ان تحت القبه شيخ؟ امال ايه؟ تحت القبه ولا مليم، كل الفلوس في البنك. ها؟ حلو. بس باسم جوزي، عمارات باسم جوزي، اطيان باسم جوزي. انا محيه جدا يا استاذ قاسم، وده اللي تعبني مع جوزي. غريبه دي الحقيقه. شيء مؤسف. طب تسمحي لي اقول لك حاجه؟ من كل قلب انا بكلمك، اعتبريني اخوكي، اعتبريني الصندوق المقفول اللي فيه كل اسرارك. انا تحت امرك في اي وقت تحسي في محتاجه، اقصد محتاجه الاخ. اخ منك انت. يا
مش غلط انك تقابل مرات صاحبك في فيلا ولوحديكوا؟ اسمعي يا دلال، بطلي محاورة، انا جيت حسب وعدي وطلبك. ممكن نخش في الموضوع على طول كده من غير ما تشرب كاس معايا؟ دلال، انا عايزك تفهمي كويس، الحب اللي كان بيننا انتهى، ما عنديش مانع يكون صداقة، وصداقة متينة. غير كده ما عنديش وقت يا دلال. من امتى بتحسب الوقت لما بنكون مع بعض؟ من وقت ما اصبح وجودنا مع بعض غلط. وجودنا مع بعض دي اجمل ذكرى في حياتي. خليها تبقى ذكرى، الذكريات بتعيش في خيال الواحد بس، مش في الواقع. يبقى سيبني عايشة في الخيال. ليه عايز تصحيني من الحلم الجميل اللي انا عايشة فيه دلوقتي؟ دلال، جبت الجوابات؟ معايا، لكن مش هديهم لك. ارجوك ارجوك سيبهم معايا، دول اللي فاضلين لي منك. عشان تهدديني بيهم مش كده؟ انا ما اقدرش اهددك، ده انت حياتي. قد ايه كنت بصدقك زمان ودلوقتي؟ دلوقتي بسأل نفسي، يا ترى الكلام ده بيصدقه قاسم؟ حسين، انت بتغير عليا؟ بتغير عليا يا حبيبي؟ انا بغير على صاحبي، جوزك الطيب اللي مش مخليك عايزة حاجة. انا نفسي افهم انت ناقصك ايه في حياتك؟ يوه، ناقصني كتير. انت ناقصك ضمير حي، ضمير صاحي يحاسبك ويفكرك بحدود عواطفك. ناقصك مراية تبصي فيها وتشوفي حقيقتك. انت الحقيقة الوحيدة اللي في حياتي يا حسين. طول عمرك ما انتش عارفة انت عايزة ايه من الدنيا. انا عايزك انت. دلال، احنا مش لبعض، الظروف حكمت بكده. نخلق احنا ظروف جديدة. انا مستعدة اسيبه، اسيب رستم يا حسين. بس انا بقى ما اقدرش اسيب مراتي. بتحبها يا حسين؟ من اي حاجة في الدنيا. وانا يا حسين. انتي جزء من شبابي يا دلال، انتي الذكرى اللي مش ممكن هنساها مهما حاولت، وعشان كده عايزة تفضل عايشة جوايا نظيفة. عايز ادخل بيتك والاحترام اللي بيننا موجود. ممكن يا دلال، ممكن. دلوقتي نورتيني.